السلام عليكم. اليوم حنفرجيكم كيف تعملوا لتنزلوا برامج الار والار ستوديو وكيف تشتغلوا عليه. اول خطوة بنعملها في التالي: على داخل المودل في عندك لينك موجود اسمه ار بروجرامين، تدعس عليه. هذا اللينك المفروض ياخذك الان على الداون لينك اريا. الان انت بسألك هان بدي انا الانستول ار فور ذا فيرست تايم، فبدعس عليه ومن هان بنزل لي اياه وبيعمل لي انستليشن للار. فهذه الخطوة الاولى. بعد ما ينزل ار، هذه اول خطوة لازم تقوم فيها، اللي هي تروح للكرين ار بروجكت دوت او ار جي وتنزل النسخة الحديثة تبعت ار. وبعد ما يصير انستليشن لهاي بتيجي بتدعس على اللينك الثاني على الار ستوديو، وار ستوديو هذا برضه بدي اعمل نفس الخطوات اللي فيه. فانا بعمل هنا داونلود ار ستوديو فور ويندوز اللي عندك، وبتعمل له داونلود وبتعمل له انستليشن. واذا بتلاحظ هذا لل 64 بت الموجود عندي، هذا للويندوز الموجودين 10 او احدث نسخه، فهذه احدث نسخه موجوده. بعد ما تعمل انستليشن للار بتيجي هان، حتلاحظ لو دخلت على المنيو تبعتك، خلينا نقول ها، بتيجي تطلع هان، حتلاحظ في الموجود عندك هان، حتيجي حتلاحظ عندك هان، هاي موجود عندك الار. لو دعست عليه حتلاقي موجود عندك 64، وبدك الار ستوديو. الار ستوديو بتدعس عليه زي هيك، بتعمل له اكتيفيشن. هذا من الويندوز البول اب ويندو او من الدروب ويندو الموجودة عندي تبعت الجهاز التشغيل تبعي، وبتستنى عليه لما يشتغل في هذا المجال. طيب هتلاحظ عندك هذا بنسميه الكوماند لاين او الكونسول، هذا اللي عندك الكود. لو انا بدي افتح ملف بفرجيك كيف بنعمله، هذا الهيستوري تبعك وهذا التوصيف تبعات الداتا. طلع عندي مثلا ابسط الحاجات، هاي 7 + 2 هذا كالكوليتر، ايش بيعطيني الرقم؟ هاي 9. مثلا 5 - 3 هاي اعطاني الاجابة، هذه 5 ضرب خلينا نشوف 2 هاي 10، 10 × 5 هذه عشان حاطط الكيبورد بالعربي، هاي 5 او خلينا نقول 25 × 5 وهيك هاي مظبوطة. فككالكوليتر هاي كوساين مثلا 60، شوف هذا ايش عندك. طبعا هذا بتتعامل مع 60 مش هاي. طيب كوساين هاي باي، هذا تعاملت معها طبعا الباي اللي هي 3.414 وهكذا. الآن هذه بعض الشغلات الموجودة. عادة لو بدي أقول مثلا A بدها تساوي 2، هاي هذه بتعطينا هنا اكتب A هاي 2. بس الطريقة اللي بيعملوا هذه الشغلة في خلينا نقول في R، بكتب مثلا هاي A وبحط إشارة أقل وبعدها إيش الداش، هاي بقول 2 عندي، وهي ايه هاي نفس المفعول، بس هذه النوتيشن اللي مستخدمة في R. الآن أبسط الأنواع، أنا عندي لو كوادراتيك إيكويجن، عندي الكوادراتيك إيكويجن إيش فيها؟ فيها التالي، فيها الـ A والـ B والـ C. ف
برضه خلينا نقول ايه بدي اعرفها واحد. والبي بدي اعرفها اثنين. والسي بدي اعرفها هاي سالب واحد مثلا على سبيل المثال. الان المعادلة ايش يعني؟ لو بدي اجيب الجذور تبعتها ايش بتقول؟ ماينس اي بلس او ماينس السكوير روت للفور للبي سكوير ماينس 4AC على 2. نيجي ناخذ واحدة منهم، هاي انس واحد الحل الأولاني بدي يساوي هاي. احنا قلنا ايش؟ اي هاي عندي ماي اللي هي ما خلينا نقول اي ماينس ناخذ هذه نفتح قوس a minus square root هاي b squared من راحة الإشارة تبعت ال squared هذا زي minus 4 ضرب a ضرب c. هاي سكرنا القوس الأولاني وهاي القوس الثاني تقسيم 2 ضرب A. هاي أنس واحد أعطتني الجواب لل لو أنا بدي جواب البوزيتيف يعني طبعا بقدر أعمل له إيديتنج. هاي اثنين بدل هنا هاي positive وبعمله هاي ans 2 هاي أعطتني الجواب الثاني. فهذه طريقة حل معادلة تربيعية بهذه السهولة. الآن اللي بدي إياه منك يعني يمكن هذا شفت أنت كيف بتسويها بنشتغل عليه. يعني ممكن نطلع عليه كملف. خلينا نشوف اللي بدي اياه منك منكم تيجي تطلع تشتغلوا عليه بحاجات بسيطة. يعني لو حكينا مثلا خلينا نستخدمها نقول مثلا تانج 0.2. تعرف التانجنت قريب للراديان نمبر ف 0.2 هاي ال 0.2 تقريبا نفسها. هذا بتتاكد انه ايش اللي عندك. في بري ديفاين فانكشن زي التانج زي الكوساين زي السكوير روت برضه زي ايش اللوج. لو حطيت الان انا هاي اللوج مثلا 8 ايش اعطتني هاي؟ هذه ايش بتاخذ اللوج الطبيعي اللي هي للاي. الان لو بدي اعمله بيس 2 ايش بقدر اكتب؟ لوج هاي عندي 8 وهنا بقدر اكتب بيس ايكوال 2 اللي عندي. شوف هذا اعطتني 3 يعني ال 8 بتساوي 2 اس كام؟ اس 3. الان هذا ممكن اعمله بدون ما اكتب الايش؟ البيس. يعني لو عملتها هتعطيني نفس الجواب. الآن مثلا اللوج بدي اعمله 10 مثلا هاي 3 بدي احط ايش؟ هذه ايش؟ 10. وهذا كله هيكم بتعرفوها. هاي البيس تبعتي ايش؟ 10. الآن 2 مثلا هاي الها بتعرف هذه الاثنين اللي بنسميها هاف باور اللي هي 0.3 او 3 اللي بنستخدمها دائما في الباور. الان لو انت قلت 10 10 المفروض تعطيني ايش؟ 1. لو حطيت هذه بدل 1 هذا بدل 10 1 المفروض تعطيني ايش؟ 0 10 اس 0 وهكذا. هذا كله هيتها فانكشنز. اللي بدي اياه تعرفه التالي انه حاليا بدي اياك
تشتغل على الحاجات اللي زي هيك البسيطة. بعد هيك إيش تعمل؟ التمرين الموجود عندك ستريت فورورد اللي محطوط في النوت اللي عندي هان، لو جيت اطلعت عليه أنا إيش بقول لك. بعد هيك بدنا نكتب install packages dslab library dslabs data murder class murder. الآن هاي هذه المعادلة اللي حكينا عنها، هذه بدك تكتب minus b minus square root لتطبق المعادلة زي ما هي. هاي ال a وال b زي ما سووا، ال a بتطبعها وبرنت a نفس الشيء، الليست تعملك الليست لكل الفاريبل بتشوف فيها، والسكوير روت فانكشن واللايبرري وهذا الهلب. فالشغل اللي بنشتغله هذا حاجات بسيطة اللي عندي. أنا اللي بدي إياك الآن تطبق هذا التمرين وتبعت لي النتائج. هذا الشغل اللي حكيته أنا يعني الصم والسيكونس هذول كلهيتها بري ديفاين فانكشن موجودة عندك ها، وهي اللوج زي ما حكيت اللي قبل شوية حكينا. فطبق هذا التمرين وابعت لي النتائج تبعه في هذا المجال، ويوم يعني الأسبوع الجاي بنتناقش فيه. بس هذا مقدمة لك لكم لتشوفوا كيف أنا ممكن أشتغل على برمجة الآر، يعني حاجات بسيطة بس to get started. ويعطيك